ميجا بيكسل كلمة بنسمعها كتير وكتير من الناس بيستعملوها بالطريقة الغلط، حتى لدرجة صارت في شائعة منتشرة بين الناس انه كل ما كانت الكاميرا بقلبها ميجا بيكسل اكتر كل ما صارت احسن، مع انه هيدا الشيء منو صحيح. الميجا بيكسل منو علامة للجودة ابدا، الميجا بيكسل قالوا علاقة بشي تاني يلي هلأ رح نشوفه بهيدا الدرس. شو هو الميجا بيكسل؟ اول شيء، كلمة ميجا بعالم الكمبيوتر هي وحدة قياس، ميجا بتعني مليون. بكل نظام في عنا وحدات قياس معينة، مثلا بالأوزان نستعمل جرام، بس يصيروا 1000 جرام ما بنقعد بنعيط لهم 1000، بنصير بنعيط لهم كيلو جرام. بس يصيروا 1000 كيلو جرام ما بنقعد بنعيط لهم 1000 كيلو، بنصير بنعيط لهم طن. معيار الأوزان هو جرام كيلو جرام طن، ولكن بمحلات تانية بنستعمل كلمات تانية، مثل بالكهرباء لما بنستعمل وات، بس يكتروا يطلعوا فوق 1000 وات بنقول لهم كيلو وات، بس يصيروا 1000 كيلو وات بنعيط لهم ميجا وات. فإذا بعالم القياسات في شيء نستعمل له ميجا وفي شيء نستعمل له طن، وبالحالتين هو مليون. فإذا ميجا بيكسل يعني مليون بيكسل. وبيكسل شو معناتها؟ بيكسل هي أصغر نقطة بتقدر تحمل لون. الصورة بعالم الكمبيوتر بتتألف من مجموعة نقط، النقطة الوحدة اسمها بيكسل، وكل نقطة بتقدر تحمل لون واحد فقط، ما فيها تكون البيكسل نصها أحمر ونصها أصفر، البيكسل لون واحد. فإذا أصغر شيء بعالم الصور بالكمبيوتر هو البيكسل. فكلمة ميجا بيكسل يعني هي وحدة قياس، يعني مليون بيكسل. فلما نحن منجي منقول هالكاميرا كام ميجا بيكسل، يعني نحن عم نسأل هالكاميرا لما بدها ترسم المشهد كام نقطة لح تستعمل تترسم هيدا المشهد. يعني إذا قلنا أنه الكاميرا 6 ميجا بيكسل، يعني هي بترسم أي مشهد بستة مليون نقطة. إذا قلنا هالكاميرا 3 ميجا بيكسل، يعني بترسم نفس المشهد ولكن بنقط أقل يلي هن 3 مليون نقطة. إذا قلنا أنه هالكاميرا هي 20 ميجا بيكسل، يعني حترسم نفس المشهد بعشرين مليون نقطة. فإذا تعبير الميجا بيكسلز بالكاميرا هو عبارة عن سؤال على عدد النقط يلي بتستعملهم الكاميرا حتى ترسم المشهد يلي عم نصوره. طبعا بلا شك كل ما بيكتر النقط كل ما أحسن، بس مش معناتها الجودة تبعت الكاميرا هي أفضل. في فرق بين الجودة وبين عدد النقط. حتى نفهم شو الفرق بين الجودة وعدد النقط حنبلش نشرح أول شيء النقط لوحدهم شو بيعملوا. رح نعمل ديمونستريشن على صورة هالبسينة يلي أنا جبتها من الإنترنت، يعني مش أنا مصورة. هيدي الصورة حاليا انرسمت بستة مليون نقطة، يعني 6 ميجا بيكسل. رح أرسم نفس الرسمة بنقطة واحدة بعيد، رح أرسم الرسمة بس بنقطة واحدة. كيف يعني؟ يعني ايه بدي أحط نقطة وخلص، ما بحط غيرها، وهيدي هي كل الرسمة. لما بدي أرسم هيدي الرسمة بنقطة واحدة بتطلع هيك. ليش بتطلع هيك؟ لأنه هيدا الأفرج، المعدل تبع الألوان يلي موجودين بالصورة. فإذا رسمت نفس الصورة بنقطة واحدة بتطلع هيك، يعني هيك بستة مليون نقطة، هيك يعني بنقطة. طيب أكيد بنقطة، أنا ما عم شوف شي لأن ما عندي غير نقطة واحدة. شو يعني ما عم شوف شي؟ عم بلش أقرب على الجواب تبع معنى الميجا بيكسل. أنا مش عم شوف تفاصيل، لا عم بعرف هالبسينة إذا عينيها زرق أو خضر، لا عم بقدر أعرف إذا في وراها حشيش أو لا، ما في تفاصيل. طيب لو برسم المشهد بنقط أكتر، لح نرسمها بأربع نقط. بأربع نقط صرنا عم نشوف تفاصيل أكتر، صرنا عم نشوف بالمنطقة التحتانية أنه في ألوان شكله بسينة، وبالمنطقة الفوقانية في ألوان شكله طبيعة، ولكن الثاني من يقدر شوف تفاصيل كفاية لأنه عدد النقط غير كافي. نفس المشهد برسمه بنقط أكتر، صرنا عم نرسمه هلأ ب 16 نقطة، صار في وضوح أكتر، صرنا قادرين نعرف أنه البسينة موجودة تحت. طبعا عم نعرف هالشي لأنه نحن من شوي شفنا الصورة الحقيقية. فإذا البسينة موجودة بالمنطقة التحتانية ومن فوق الأخضر، هيدا الطبيعة اللي موجودة ورا البسينة. فإذا كل ما عم يزيدوا النقط كل ما عم تزيد التفاصيل بقلب الصورة.
هيدي الصورة انرسمت ب 16 نقطة، فإذا منه 16 مليون منه 16 ميجا، لأنه أنا قصة ما وصلت أصلا على 1000 نقطة أو مليون نقطة، هولي بس 16 نقطة، مشان هيك التفاصيل كتير ضعيفة. لحنضلنا نكتر نقط، كل ما عم نكتر نقط كل ما عم توضح الصورة أكتر، وبشدد تحت كلمة توضح أي تفاصيل. منزيد نقط بلشت الصورة توضح أكتر، على الأقل صارت معالم البسينة واضحة، شايفين وين الدينان تبعونا وين موجودة البسينة والمنطقة اللي هي خضرة اللي هي الطبيعة يلي وراها، حتى صار مبين شوي انه في موقع العينين تبعون البسينة ولونهم أخضر. هالصورة حأرجع لها بعد شوي لأنه بدي أشرح شو الفرق بين التفاصيل وبين الجودة. تذكروا انه أنا من هيدي الصورة قدرت أعرف انه عينين البسينة لونهم أخضر. رح نزيد النقط، وكل ما عم نزيد النقط كل ما عم تزيد التفاصيل. مثلا هون صرت قادر شوف انه البسينة عندها شوية شوارب طالعين منها ومن خارة لونه هيك محمر او اورانج. اذا برجع على اللي قبلها ما كان في تفاصيل كفاية تعرف انه عندها شوارب وما مبين من خارة، بينما لما كترت النقط صاروا الشوارب تبعون البسينة مبينين اكتر ومن خارة مبين اكتر. منزيد النقط التفاصيل عم تصير اوضح. انا بهيدي الصورة قادر اعرف عدد تقريبا قادر اعرف عدد الشوارب تبعون البسينة، باللي قبلها ما كنت عارف العدد بس انه كان في شوارب، هوني صاروا الشوارب مبينين اكتر. كل ما بزيد النقط كل ما بتزيد التفاصيل، فاذا صارت القاعدة واضحة، الميجا بيكسل هو عدد النقط يلي منرسم فيه الصورة، مع زيادة عدد النقط بتزيد التفاصيل بالصورة ومنشوف الاشياء بوضوح اكتر وبدقة اكتر. منزيد قصة النقط صارت اوضح، منزيد النقط صارت أوضح بكتير، بس إسا في شوية تكسرات عند الشوارب، إذا منحولهم هلأ لستة مليون بتصير كتير نضيفة الصورة، تفاصيل واضحة جدا وشايف أدق التفاصيل وكل الشعرات صاروا مبينين بوضوح. فإذا شو هو الميجا بيكسل؟ الميجا بيكسل هو عدد النقط يلي منرسم فيه الرسمة، كل ما بتكتر عدد النقط كل ما بتزيد التفاصيل بالرسمة، كل ما بتخف عدد النقط كل ما بتخف التفاصيل. ولكن التفاصيل ما خاصة بالجودة. كيف يعني؟ لحط الصورة اللي هي 6 مليون بيكسل وحط حدا وحدة أقل تفاصيل قبلها وحط وحدة إسا أقل بكتير. إذا منتطلع على هالثلاث صور منلاحظ أنه من الصورة اللي تفاصيلها كتير ضعيفة قدرت أعرف لون العينين تبعون البسينة اللي هو أخضر. فإذا شو هو تفسير الجودة؟ الجودة أني شوف أنا معلومات صحيحة. شو يعني معلومات صحيحة بعالم الصور؟ المعلومات الصحيحة بعالم الصور يعني شوف الألوان صح، يعني الأخضر شوفه أخضر والأبيض شوفه أبيض. لما بشوف ألوان صحيحة يعني الجودة هي عالية بالصورة، بغض النظر عن عدد النقط اللي موجود بالصورة، الجودة لها علاقة بصحة المعلومات. لما بتكون الألوان اللي عم شوفها صح يعني الكاميرا الجودة تبعيتها عالية. شو عم حاول أقول؟ أنا ممكن أجيب كاميرا يكون الميجا بيكسل تبعها عالي، صور شي لونه أبيض ما يطلع اللون أبيض، يطلع بقلبه نقط زرق ونقط صفر. بهالحالة صح أنا عم برسم بميجا بيكسل عالي، بس أنا ما عم بحصل على معلومات صح، وهيدا الشي اللي عم قوله شي حقيقي موجود. ممكن نجيب نحنا كاميرا التليفون يكون التليفون 10 ميجا بيكسل، ونجيب كاميرا بروفيشنال بس 3 ميجا بيكسل، منصور نفس المشهد بالكاميرتين، رح نلاحظ أنه النتيجة اللي عم تطلع بالتليفون مع أنه عدد النقط أكتر ولكن الجودة أقل، ما عم تجيب الألوان صح، يعني يمكن الأزرق ما عم تجيبه أزرق مثل ما لازم، يمكن إذا شعر أشقر ما يبين أشقر صح يبين غامق أكتر، يمكن اللون الأبيض يدخل معه artifacts يطلع في معه شوية أزرق وشوية أورنج. فإذا الجودة شيء والتفاصيل شيء تاني. الجودة بس تكون الكاميرا بتجيب الألوان صح، أما التفاصيل لما بنرسم المشهد بدقة أكتر. الميجا بيكسل شيء له علاقة بالتفاصيل، كل ما بيعلى الميجا بيكسل كل ما بيصير فيه تفاصيل أكتر، بس ما ضروري هالتفاصيل تكون ألوانها صح. الألوان لما بتكون صح معناتها الجودة بتكون عالية. لما بدنا نقول إذا كانت الكاميرا أحسن ما بيكفي نعرف كم ميجا بيكسل هي،
لأنه لما بنعرف كم ميجا بيكسل منكون بس عرفنا قديش فيها تجيب تفاصيل، بس ما عرفنا صحة هالتفاصيل قديش هالتفاصيل الألوان تبعيتها صح. حتى نقول الكاميرا أحسن لازم نعرف قديش الجودة تبعيتها وقديش عدد النقط تبعونا. وطبعا أنا بفضل أحصل على ألوان صح وعدد نقط أقل، هيدا أفضل من أني أحصل على ألوان غلط ونقط أكتر، لأن أنا ما بستفيد أني أرسم المشهد بنقط كتيرة طالما أنه عم برسم ألوان منا صحيحة، يعني صارت الصورة مش عم تعكس الواقع. أنا بستفيد شوف الألوان صح حتى لو كانت تفاصيله قليلة. فإذا الميجا بيكسل هو مقياس لعدد النقط اللي بيحدد دقة التفاصيل، ولكن ما له علاقة بالجودة تبعت الكاميرا.